الآن بدأت المباراة لمصلحة شبيبة القبائل. بوخنشوش غير اتجاه مباشرة من هناك. افتح لي الصوت رجاء. للدفاع لشبيبة تحاول تنقل كرة عالية داخل منطقة العمليات. الدفاع يتدخل ويصحح. بوخنشوش بهدوء وبثقة كبيرة. العودة للدفاع مباشرة لمعمري وبوحكيك في الوسط. كلام كثير وجيد قاله بوزيدي عن بوخنشوش الذي ممكن أن يلعب في وسط الدفاع في الوسط كمسترجع للكرات، وبإمكانه أيضا أن يلعب كصانع ألعاب. هناك خطأ، تدخل وخطأ يقول الحكم. سويا في الاستلام والاستقبال. معمري البحث عن الجهة اليسرى، كان بالإمكان المرور عبر الوسط يبحث. ها يريد أن يعود إلى القدم اليسرى، إلى الجهة اليسرى. كاسيس والخطأ. كاسيس جابر واحد من اللاعبين الأساسيين، واحد من أبناء نادي بارادو، صاحب موهبة وصاحب خبرة. الآن كان يشكل ثنائي رائع مع هشام سعد. إخراج الكرة في زاوية ضيقة ومساحة ضيقة من جانب نادي بارادو. الخروج على الجهة اليسرى. تيتراوي يحاول مرة الكرة. بوحكاك تعود من جديد لمصلحة نادي بارادو. ينتظر المساندة من حميدي موجودة. كاسيس حميدي راحت الكرة إلى خارج أرضية الميدان. رمي التماس لمصلحة شبيبة القبائل. بالرأس من بوحكاك في الوسط. سوكو غير الاتجاه مباشرة للطار. يرجع للدفاع في العرض مباشرة لمقدم. حاول المرور. هناك خطأ من مواقي. خطأ من مقدم على مواقي. الهدوء. هو نضع طبعا ضيع الكرة. كاسيس يرتكب الخطأ. الروح الرياضية العالية مطلوبة. الهدوء يقول الحكم. في الأخير ما هي إلا مباراة في كرة القدم وستنتهي، لكن الروح الرياضية ستبقى دائما. بوخنشوش هجم في تنفيذ المخالفة داخل منطقة العمليات للحارس مساوي في الوسط. ما طلع كرة ضائعة. يعود الحكم مباشرة إلى الخطأ لمصلحة شبيبة القبائل. يحتاج الشبيبة إلى التعديل في الشوط الثاني. متمركز جيد النادي بارادو العكس تماما. حاول آدم أرجم. هناك دفع قوي والخطأ من تيتراوي ياسين. ها يعتذر. حاول من أرجم الدخول. راح مباشرة تيتراوي للاعب. انسى الكرة، نسي تماما الكرة. كان يريد أن يدخل على اللاعب ويوقف هذه العملية الهجومية على مسافة 30 متر من مرمى الحارس مساوي. الأنصار ينتظرون، ينتظرون ما هو أفضل وأحسن، خاصة في الشوط الثاني مثل ما وعد بذلك بوزيدي وخالبي. نريد أن نبدأ بقوة أمام أنصارنا وجمهورنا في مباراة أمام بارادو القائد مساوي في تصحيح الجدار الدفاعي. ولحد الآن التعادل هو سيد الموقف.
متبعوبة، حتكون توزيعة داخل منطقة العمليات. دفاع يخرج معط الله، يحاول بينية ضائعة، سوء تفاهم في الحافلة. نشاط وقتال على الجهة اليمنى، حافلة رقم 3 بقيادة الزميل المخرج يزيد بلكوت وكل الفريق العامل، مشكورين على المجهودات المبذولة أجلي أو خدمة للجماهير المتفرجة، حتى وإن كانت أحيانا وفي غالب الأحيان هناك صعبة خطيرة. يا سلام، ضاعت الكرة، خروج مميز وقوي من الحارس مساوي ينقذ مرماه من مواقي الذي انفرد بهذه الكرة. مواسي يتألق ويتصدى ويخرج الكرة إلى ركنية، كرة ساخنة جدا بالرأس في المرة الأولى، خطأ من الدفاع مواقي منفردا لكنه لم يتمكن من الوصول إلى الشباك. خروج اليد اليسرى للحارس مواسي تنقذ الموقف وينقذ مرماه. يا سلام، كما ينبغي أن يكون الحال، إلى ركنية تصني الصورة متأخرة نوعا ما. الزملاء أول كرة صعبة وخطيرة، ربما هذه هي نوايا الشبيبة في الشوط الثاني، لكن الكرة كانت من الدفاع، خطأ في الإبعاد، موقف تنفيذ الركنية لمصلحة شبيبة القبائل بالرأس. دفاع تفوق عن طريق مقدم يخرج الكرة، من هناك محاولة للانطلاق والتغطية الدفاعية، خرج الكرة بوحكاك، يطلب الكرة من جديد، معمري على الجهة اليسرى في الاستلام، يلعب كرة طويلة، بوعليا في العمق، بوخشوش يسدد تضرب بالدفاع، استغل الفرصة تراوي، وهناك مبدأ الأفضلية يقول الحكم، يعود إلى الخطأ والمخالفة. يطلب المساندة مصوبة، من هناك مقطوعة، توزيع عرضية داخل منطقة العمليات، والدفاع يتابع الكرة من جديد، الكرة مباشرة للحارس رحماني. بلكون في الوسط، بوخنشوش يستفيد من خطأ، عيطان بسلام في هذا التدخل على بوخنشوش، قدر حكم المباراة بنشيدة إن هذا التدخل كان قوي، واعترض أبو خنشوش. آية السلام على الصورة، الجميع ينتظر من كل الأعمار فوق المدرجات، ينتظرون ما هو أفضل وأحسن. سويان عشر دقائق الأخيرة من زمن المباراة، كرة لقتال من جانب شبيبة القبائل الملعوبة داخل منطقة العمليات بالرأس من بوخنشوش، من هناك ولكن تغطية دفاعية ممتازة. ماسوفا يحاول يسدد بعيدة، عبيرش في تنفيذ الخطأ، وكرة مخالفة لمصلحة شبيبة القبائل داخل منطقة العمليات. الدفاع يخرج في الأولى وفي الثانية، كاسيس في المكان المناسب، قتال كرة إلى رامي تماس، أطلع علي.
يقول الحكم، يقول هناك شد، يقول هناك شد الحكم في هذه الكرة لمصلحة شبيبة القبائل. في الوقت البدل الضائع من المباراة، في انتظار ربما ما هو أفضل بعدما كسر كما قلت القاعدة والعقدة، ولكن لحد الآن شبيبة القبائل يجد صعوبات كبيرة للوصول إلى مرمى الحائل المساوي البارع الذي يغطيه الدفاع منظم. سونغ ماتوتي في تنفيذ الخطأ والمخالفة بالرأس، دفاع فوق يخرج الكرة مباشرة للطار. المحاولة بوكرما، تدخل قوي والخطأ